المصير المجهول، وبعد تمادي الإدارة في سياسة الهروب إلى الأمام وصد باب الحوار وفضل الضبابية والمصير المجهول لمستخدمات المستخدمين، الضبابية اللي يتم بها تنزيل الملف ديال الشركات الجهوية، حنا يعني اعلنا على الرفض ديالنا ديال نقل المستخدمات والمستخدمين الى هذه الشركات، كون يعني المستخدمات والمستخدمين مرتبطين بعقود تشغيل مع المكتب الوطني للكهرباء والماء والشرب، والمكتب لا زال قائما، اضافه الى الملفات المطلبيه العالقه منذ سنوات، وغياب اراده حقيقيه من طرف يعني قطب الموارد البشرية لحل حالات الملفات المطلبية العالقة، والتي نجد واحد التباين رغم أننا مع قطاع الكهرباء في نفس المكتب منذ 24 أفريل 2012، لازلنا يعني كاين واحد التباين كبير على مستوى الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى التقاعد وعلى مستوى كذلك حتى يعني تطبيق المراسيم الحكومية، من ضمنها المرسوم المتعلق بحذف سلاليم الدنيا الذي تم تطبيقه في قطاع الكهرباء منذ سنة 2011 ولم يتم تطبيقه في قطاع الماء، وقامت يعني الإدارة في ظل عز في عز الكورونا قامت بيعني يعني تنزيل واحد التسوية اللي هي ظالمة لهذا العنوان التنفيذ من خلال يعني ترتيبهم في سلالم بعيدة كل بعد عن ما جاء به المرسوم، وتجميد وضعيتهم الإدارية لأزيد من 15 سنة، وهذا يعني خرق سافر للقانون، إضافة إلى يعني الزنازين ديال 10 وديال 18 وديال 22، إضافة إلى إشكالية التقاعد، الخدمات الاجتماعية اللي هي خدمات يعني في الحقيقة لا ترقى إلى المستوى يعني الذي 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 يتطلع إليه المستخدمات والمستخدمين. المهم كما ترون هذه الوقفة جاءت بعدما قامت الإدارة العامة بسد جميع الأبواب ديال الحوار، وجميع الأبواب غلقت تقريبا بشكل المهم بشكل تعسفي ولا بشكل نهائي كل أشكال ديال التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، وغيبت الدور الدستوري ديال الحركة النقابية، وغيبت حتى أنه المسألة أنه هذا التغييب ديال الحوار قد يؤدي إلى ما يسمى بالاحتقان الاجتماعي أو خلخلة للسلم الاجتماعي ديال القطاع، خاصة أننا مقدمين على ورش، أن الدولة أقدمت على ورش يعني سيادي واستراتيجي لكي يكمن فيما يسمى بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات. بطبيعة الحال نحن لا يمكن لنا أن نعارض أشياء ربما لها أهداف استراتيجية، ولكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب قطاع الماء وعلى حساب مستخدمي قطاع الماء، خاصة إذا علمنا أن هذه العملية منذ بدايتها سواء من طرف الوزارة الوصية على الجماعة الترابية أو الإدارة العامة لم يتم إشراكنا أو إخبارنا بحوا والأبعاد ديال هذا المشروع الذي نرى فيه حسب قراءتنا أنه يذهب بخصوصة القطاع، بل أدهى والأخطر أن المادة 16 الخاصة بالمشروع القانون أنها الضحية الأول هو مستخدم قطاع الماء، إذا علمنا أن القانون الأساسي لمستخدم قطاع الماء هو قانون أساسي مغاير شكل ومضمون وجدريا مع القوانين الأساسية التي تنظم مستخدمي الوكالات وتدبير المفوض والجبهات، وحتى ربما حتى الجماعة الترابية إذا كان هناك بعض الأقلية اللي قدرت تلتحق لها جماعة الشركات الجهوية المتعددة. من هنا فنحن لم نأتي بهذه الوقفة من أجل أن نأتي بالوقفة، بل بعد استفادة جميع الوسائل وجميع الطرق وجميع السبل، المهم لأجل حث الإدارة على أولا تبصيرنا وحل جميع الملفات العالقة والتي أصبحت مجرجرة منذ عقود، خاصة ملف حذف سلالم الدنيا، بالإضافة إلى مجموعة من المسائل التي تقتضي لن تكلف مالية الإدارة العامة أي شيء، فقط هي مسألة تبقى تحضر واحد الإرادة حقيقية، واحد الإرادة اللي الهدف منها هو أنه خلق واحد الجو سليم ديال العلم، خاصنا أن المستخدم أصبح في قلق أمام هذا الغموض الغير الواضح. ومن هنايا كنوجه نداء للعموم للسلطات العمومية والممثلي الأمة، ونداء كذلك إلى الأحزاب السياسية والنقابات والمركزيات النقابية للوقوف مع مستخدمي المكتب خاصة قطاع الماء، خاصة أن المادة 16 كما أسلفت الذكر تشكل خطرا وغموضا على المستخدمين. وشكرا. نحن اليوم متواجدين بهذه الوقفة
تعبيرا عن رفضنا المطلق لنقل المستخدمين ديال المكتب للشركات الجهوية، خصوصا وأنه لم تتم استشارة ديال المستخدمين. إذا هنايا نحن نتواجد اليوم هنا باش كنرفض باش كنعبروا على الرفض ديالنا لنقل المستخدمين للشركات الجهوية، خصوصا وأنهم لم تتم استشارتهم أو أخذ موافقتهم. لا يعقل أن يتم نقل مستخدم كما تنقل المنقولات، لا يعقل. لهذا فاليوم هنا جينا باش نسمعوا الصوت ديالنا للسيد المدير العام، وكنقولوا ليه بأننا كنرفضوا رفضا قاطعا نقل المستخدمين للشركات الجهوية، وبغينا نوصلوا صوتنا للدولة أيضا بأننا كنرفضوا رفضا قاطعا نقل ديالنا للشركات الجهوية، وكنطلبوا من السيد المدير العام باش يفتح باب الحوار أمام النقابات، لأنه لا يعقل أن تتم تسوية ملفات في قطاع الكهرباء ولم تتم ونفس الملفات تتم تسويتها في قطاع الكهرباء وما كتتمش تسويتها في قطاع الماء. بغينا نعرفوا السبب علاش. هادشي كنطلبوا من المدير العام يفتح معنا باب الحوار. لا يعقل أننا نوافقوا على هذا النقل، خصوصا وأنه كاين ملفات باقا